كده سامعني؟ تقدر ترد؟ سامعني يا باشمهندس؟ سامعني حضرتك. سامعني. كده كويس نقدر نبتدي المحاضره. معلش طبعا انا بعتذر عن التاخر، لان مشكله ان انا بحاولت ان انا ادي فور سيفتي المحاضره دي من الكليه مش من البيت، لكن للاسف الكليه قافلين التيم، فكل ما جون يعمل لي ليفي، فانا شغال دلوقتي على الموبايل لما يجي لي مهندس، فانا شغال على الموبايل، فلو قطع فمفيش مشكله هريستارت تاني. ماشي؟ طيب معاكم الدكتور حسن شحاته. احنا النهارده عندنا محاضره الكمبيوتر، عندنا محاضرتين هديهم لكم. المحاضره ديت الكلاود كمبيوتر، في البلاد الثانيه ان شاء الله انترنت اوف ثينجز. اولا كده هبتدي اديكم هيستوريكال باك جراوند عن وصلنا ازاي للكلاود كمبيوتر. طبعا اول حاجه كلكم عارفين الكترونيك ديجيتال كمبيوتر بدا ازاي تاريخيا. ماشي؟ نقول الكترونيك لان طبعا كان في ميكانيكال كمبيوتر قبل كده، ماشي، قبل ما ايه يخترع الترانزستور او التيوب، قبل ما يعملوا الكترونيك. وكان انا ابص يا جماعه انا احب اسمع صوتكم، فايه ما تحاولوا ما تعملوش يعني، خلي بالكم انا فاتح الصوت مش قافله ليكم، طيب عشان لو حد عنده صلاه ولا حاجه ممكن يسالني، فاستاذنكم بس ايه تخلوا بالكم من الطرف الحته دي. ديجيتال كمبيوتر، الكترونيك ديجيتال كمبيوتر، ديجيتال لان كان في ماشي معاه حاجه انالوج، بيعمل انالوج كومبيتيشن للسيجنال مع بعضها، يضرب سيجنال في سيجنال وكلام منه. فديجيتال يعني بنتكلم على ان هو رقمي، ماشي الكلام. احنا كلكم عارفين كويس قوي ان الكمبيوتر سي بي يو وميموري وستورج وانبوت اوت، كويس قوي. سمحت يا دكتور، السلايد مش ظاهرة وصوت حضرتك بيقطع خالص ومش ظاهر دلوقتي. كده نرجع تاني نقول القصه بتاعتنا، ان انا عندي دي واحده خليك معايا، ان احنا عندنا الكمبيوتر بنقول عند بنقول الالكترونيك الكمبيوتر عباره عن سي بي يو، سي بي يو بقت كذا، بقت مالتي سي بي يوز، بقت اسمها بروسيسنج اليمنت، بقى منها حاجات جرافيكس، حاجات ايه تنوعت معانا، والميموري انواع اختلفت كنت عارفها كلها زي تمام. بما يسمى الكوندكتر ميموري، الرام بعد كده الاستورج بقى، كان طبعا الديسك والفلاشات والقصص والفينا بيت تطورت جدا. الانبوت اوت بعد ما كانت الكيبورد والسكرين والكلام ده بقت في المصانع وفي خطوط الانتاج في الاجهزه، بتدخل اشارات وتدخلها للكمبيوتر، وبقت حاجات بتعمل ايه اكسس لحاجات، بتبعت تحكم في المصانع وفي الاجهزه والقصص دي كلها اللي هنشوفها في الانترنت اوف ثينجز. يعني العمليه دي اتطورت وكبرت. شكرا جزيلا. فبدانا نقول بدل الكمبيوتر ما كان كمبيوتر قام بذاته، بدانا ان احنا نكونكت الكمبيوتر ببعض، نوصل الكمبيوتر نوصلهم على ايه. فقلنا اول اركتكشر ظهر اللي هو كلاينت سيرفر اساسي الانبوت اوت، تمام. بعد كده قلنا ما نخلي التيرمينال دي تبقى ذكيه، تبقى برضه عملنا كمبيوتر نت، بس كوبيت نتورك في معنى بتخشوا كده بتشوفوا ده اسمها لان، او على مستوى الكليه يبقى اسمها بنتكلم على كامب، او مستوى اقليمي متروبوليان، او انها على مستوى ايه اوسع شويه تبقى وهكذا في الدرجه دي. ماشي كويس جدا. بدانا نقول ايه؟ انا بنشتغل كمبيوتر بنشتغل بالكمبيوتر، بشتغل انا عندي مشروع، فالمشروع دوت هيتطور في خلال 5 سنين، فانا هبتدي النهارده اشتري وبعد اشتري كل اللي انا عايزه في النهارده، ولا اشتري واستنى واشتري بعد 5 سنين، فنعمل ايه؟ فاحنا عايزين ان احنا كل شويه نزود طبقا لاحتياجات المشروع، نزود بقى الميموري، نزود الهارد ديسك، نزود كل الحاجات دي كلها. فبدا ينشا من هنا حاجه اسمها الداتا سنتر.
داتا سنتر طبعا اي حاجه اسمها اي داتا معرفش ايه داتا سنتر اللي هي بتقدم خدمات الهاردوير والسوفت وير. بقى في داتا سنتر تقول له والله انا عايز ميموري قد كده وعايز سي بي يو كومبيتيشن باور بقى بيقول كومبيتيشن باور قد كده وعايز ستورج قد كده، وبعد كده كل شويه مع الشغل بتاعك بتحتاج اكتر فبتزود كل شويه. فده كان ايه؟ طبعا كوست افضل اقتصاديا احسن. بس داتا سنتر كان قصتها ان احنا بنتوصل كونكتد دايركت لها، يعني انا بخش دايركت عليه. بدات مجموعه داتا سنتر تتوصل ببعضها بحيث ان انا ما يكونليش مانج عليها واخد نفس الخدمه تمام، يبقى بدل داتا سنتر واحد بمجموعه داتا سنتر متربطه على بعضها على ان انا ماليش مالك عليها. دي نشأ من دي اسمها بقى ايه؟ الكلاود كمبيوتر. دي هي الكلاود كمبيوتر. الكلاود كمبيوتر عملت ايه؟ طبعا الداتا سنتر كان بيدي الكلاود كمبيوتر عملت ايه؟ ادتني السيرفس اللي كان بيديها لي الداتا سنتر بس من خلال الانترنت. طيب احنا عندنا في الداتا سنتر انفراستراكشر الميموري والهارد ديسك والبروسيسور تمام، هي دي اللي بيقول لك ايه بيديها خدمه ليك، انما السويتشز والراوتر وكل الحاجات دي لا هو بيشيلها هو ما لكش علاقه بيه، لكن هو بتقول له انا عايز رام قد كذا، عايز هارد ديسك قد كذا، عايز بروسيسور قد كذا تمام. يبقى ده الايه انفراستراكشر اديها لك. يديك سيستم سوفت وير، سيستم سوفت وير يعني تقول له والله انا عايز ويندوز فيرجن كذا، بيأجره لك، بيأجر لك الحاجات دي كلها بالإيجار تمام؟ وبتشتغل عليها كأن السيرفر ده عندك بس على قد احتياجاتك، ادفع على قد احتياجاتك. قفل المايك عشان نسمع الدكتور لوسف. عشان بتشوشه بس على الدكتور شوية. يا جماعة يا جماعة يا جماعة بلاش المحادثة دي، أنا فاتح لكم مش عامل أموت لكم علشان خاطر تكونوا معايا. تمام؟ عشان ما احنا هنسمع حضرتك عشان خاطر إيه؟ أنا عايز أسمعكم تسمعوني. طيب انا اقول له والله انا عايز داتا بيس اوراكل او مايكروسوفت اقدر على قد احتياجاتي، عايز ديفولوينج تول اعمل حاجات برامج برمجه او ابلكيشن وهكذا. دي سوفت وير ايه؟ دي سوفت وير، ده سوفت وير ايه؟ سيستم سوفت وير بتسميه ايه؟ بلاتفورم. تبقى بلاتفورم از ا سيرفيس بيديها لي كخدمه، بيكرها لي كخدمه، ده على ايه؟ الداتا سيرفيس. ماشي كويس. ممكن اقول له والله دكتور معلش انا مش فاهم برضو معنى الداتا سنتر، يعني مش قادر اتخيلها او يعني اعتبرها ايه بالظبط. هقول لك انا هكمل. داتا سنتر يعني ايه؟ داتا سنتر مركز مكان مكان. وطبعا انا كنت بعمل داتا سنتر بتاعي، لا بقى في مكان ما ناس خدمته هم بيأدوا الخدمه دي، يعني عنده داتا سنتر عنده متوصله انفراستراكشر بشكل معين وبيمانج بسوفت وير بشكل معين، بحيث تقول له ايه؟ انا عايز اثنين بروسيسور وعايز ميموري 16 جيجا لكل واحد وعايز هارد ديسك كذا وعايز كذا تمام؟ تستخدمه ماشي واديني احط لي عليهم ويندوز كذا ونزل لي داتا بيز اوراكل فيرجن كذا تمام؟ هو بيديك الخدمه دي كلها بيقدرها لك بحيث ان انت ما اشتريتهاش هنا بقى، جيت بعد خدتها اجرتها لمده سنه، تيجي بعد سنه تقول ايه؟ لابد زود لي الميموري، او حتى اثناء السنه تقول زود لي الميموري وزود لي الهارد ديسك تمام؟ وانا عايز بروسيسور كمان اضافي، يبقى هنا ايه؟ كل ما تحتاج بتاخد انفراستراكشر زياده، كل ما تحتاج تاخد انفراستراكشر زياده تمام؟ هنا يعني ايه؟ بيديك انفراستراكشر، ده لك انفراستراكشر ده لك ايه؟ يديك ميموري، يديك هارد ديسك، يديك بروسيسور، طيب يديك بلاتفورم اللي هي ايه؟ الويندوز، اللينكس، يديك داتا بيس انجن، يديك داتا بيس تول تمام؟ ديفلوبينج تول حاجات تبرمج بيها تمام؟ ماشي؟ او يديك ابلكيشن، ابلكيشن اشهر ابلكيشن انتوا عارفينها كمان زي الايه؟ الايميل. ما هي الايميل دي برضه بتتاخد، ممكن انا كان زمان قبل الكلاود كنا احنا تبع، كنت انا ليا ايميلات تبع داتا سنتر مركز معلومات قبل وزراء، وبعد كده ايجي نت، وبعد كده طلعت على الكلاود بقى. بقى الايميل بتاعتي موجوده دلوقتي في مكان في 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 في, في مكان والله شبكه في لها سيرفر في داتا سنتر على الكلاود، لها داتا سنتر في الامارات، لها داتا سنتر في اليوكي، لها داتا سنتر في الهند، ولها داتا سنتر في الايه؟
في اليو تي انا ما اعرفش هو حاططني على انا سيرت سنتر، انا باخد منه بالكود بتاعته اللي خد بيه ماشي. طبعا في بعد كده في عندنا ايه برضه من الخدمات الابلكيشن السكيورتي الباك اب الحاجات دي ده ما انتم عارفينها. مثال شهير للقصه دي بس لسه بقى في الكلاود لما نشوف هنقول عليه، هديكم امثله شهيره في القصه دي. طيب النتورك ادمنستريتور طبعا في ريسورسز انت بقى مالكش دعوه بيه ما تحسش بيها، يعني انت لو كنت هتعامل عندك نتورك كنت هتجيب نتورك ادمنستريتور، كنت هتجيب سيستم ادمنستريتور، كنت هتجيب ادمنستريتور، كنت هتجيب تخصصات مختلفه تشتغل معاك في الداتا سنتر، كده انت مالكش علاقه بالقصه دي خلاص، هو ايه الداتا سنتر شايلها وبيدي الخدمه دي ليك انت، بيدي لكل اللي بيأجر ريسورسز للناس ده الداتا سنتر. تمام كويس قوي. كلاود كومبيوتنج بقى اتكون بعد كده من ايه؟ ان الداتا سنتر دي اتوصلت مع بعضها من خلال الانترنت وبقت ايه؟ متصله بالانترنت. بقيت تاخد يعني الفرق بينها وبين الداتا سنتر ان الداتا سنتر كان ديديكيتد كونكشن، كنت متوصل بيه بطريقه ما مباشره، يعني ايه؟ متوصل بيه من خلال خط ربط، من خلال تأجير شانل اوبتيكال، من خلال حاجه متوصل بالداتا سنتر مباشره. لكن في الكلاود من خلال الانترنت كونكشن. يبقى هنا بتاخد نفس الخدمات اللي كان بيديها لك الداتا سنتر بس بتوصل من خلال ايه؟ الانترنت. ماشي؟ فالكلاود كومبيوتر بقى عندنا عباره عن ايه؟ يبقى احنا وصلنا لتعريف الكلاود كومبيوتر. عباره داتا سنتر كان سالتني الباشمهندس اللي سالني الداتا سنتر، اعتقد قصد الداتا سنتر، الداتا سنتر في سيرفرز كتيره زي ما قلنا واجهزه وميموري بيديني ايه؟ ايجار للقصه دي وهنشوف بدالنا ازاي بعد كده رغم انها من الانترنت. الكلاود عباره عن مجموعه داتا سنتر متوصله ببعضها. طيب الكلاود كمبيوتر اون ديماند افيلابيلتي اوف كمبيوتر سيستم ريسورس، يعني ايه؟ حسب طلب بيديك ريسورس على قد طلبك، على قد ما تحتاج بيأجر لك. ماشي. داتا ستورج كمبيوتنج باور، يعني كمبيوتنج باور يعني ايه؟ بروسيسور، هيديك بروسيسور قوتها انا بروسيسور وقوتها قد ايه وكم واحد وكم كور والقصه دي كلها. وداوت دايركت اكتف مانجمنت باي ذا يوزر، يعني ايه؟ انت ما بتتدخلش، انت ما بتعملش مانج القصه ديت، انت بتقول انا عايز بيتيحها لك. تمام؟ كانها عندك، لكن عندك انت النتورك ادمنستريتور ولا عندك السيستم ادمنستريتور ولا القصه ولا لك علاقه بيها، انت مجرد بتستخدم الريسورس بتاعتك اللي هو ايه؟ اللي انت اجرتها منه. فمن غير مانجمنت اكتف مانجمنت منه. تمام؟ يبقى هو بيديني سيرفيس مختلفه من خلال الايه؟ الانترنت. ممكن يديني تول وابلكيشن زي الداتا سيرفر، الداتا بيزز، النتوركينج سوفت وير، الكلام ده كله. ماشي؟ كلام كويس جدا. يبقى كلاود كومبيوتر هو عباره عن كونكتد داتا سنتر من خلال الانترنت، بيكون افيلبل بيدي الريسورس من خلال الانترنت للايه؟ لليوزر حتى المتاح. ماشي. في امثله كويسه جدا للقصه دي طبعا بيدي برضو لما هنا بقى ندي هنشوف بيدي ايه الخدمات اللي ايه الحاجات اللي ممكن نتيحها. هنسمع ممكن يقول تقول له انا عايز تاخد تاجر او تشتري، اسمها بتشتري او ناجر طبعا بنأجر يعني لمده سنه لان هي بتشتريها بمده بتأجرها لمده. تمام؟ انفراستراكشر بتبقى رام هاردوير بروسيسور اند سو اون، دي بنسميها ايه؟ انفراستراكشر از اي سيرفيس اللي هي اختصارها اي 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 اس اللي موجوده قدامنا. تمام؟ يبقى هنا اللي هي بالاحمر ديت او الخط اللي تحت الانفراستراكشر، انفراستراكشر از اي سيرفيس، يعني بيديها لك كخدمه، بيقدمها لك كخدمه، ما بيبيعش ليك هاردوير ولا ما بيديكش الهاردوير، ما بتكوش ما بتجيبوش عندك، لا انت بتخش من خلال الانترنت بتاخد الخدمه دي. تمام؟ فبيديك الانفراستراكشر سيرفيس. الحاجات الثانيه المرتبطه بيها دي كلها مالها ايه؟ مش متوصله خالص، مش داخله في القصه دي، النتورك سويتشز راوترز البرنترز كل ده مالهاش دعوه بيه، ما بيديهاش، لكن هو بيديك هذا سيرفيس الايه؟ الهاردوير اللي انا بكتبه في الخط بالاحمر ده. او يديك بلاتفورم از سيرفيس اللي هو سيستم سوفت وير بلاتفورم. سميه بلاتفورم يعني ايه؟ الاوبريتنج سيستم، الويندوز، اللينكس، الحاجه اللي انت عايزها، الداتا بيز انجن، الداتا بيز تول اند سو اون، الحاجات اللي ايه؟ البلاتفورم اللي بتمكنك ان انت تديفلوب البرامج والابلكيشن بتاعتك وتستخدمها.
يبقى ده اسمه بلاتفورم از سيرفيس اللي هي دي اي اي اس زي ما مكتوبه قدامكم على السلايد صارها بلاتفورم از سيرفيس دي اي اي اس تمام كلام كويس قوي او يديني ابلكيشن تمام كده حلو قوي احيانا يديك ابلكيشن دي الابلكيشن عامه زي برامج مثلا ايه اجور شو عاملين ما اعرفش برامج الرسم ده بيسميها سوفت وير از سيرفيس يعني لو بتديك ابلكيشن بيسميها سوفت وير از سيرفيس اس اي اي اس سوفت وير از سيرفيس او لو كانت ايميل طبعا كلكم عندكم ايميل على مع الياهو على المايكروسوفت ما دي كلاود كلها انت تعرف السيرفر اللي الميل بتاعك عليه موجود فين لا ما تعرفش موجود في انهي داتا سنتر في انهي بلد صح ولا لا انما انت موجود على المايكروسوفت او موجود على الياهو او موجود على الجيميل لكن انت تعرف هو حاطه لك في انهي داتا سنتر لا صح ولا لا يا باشمهندسين معايا حد يرد يا باشمهندسين مع حضرتك يا دكتور مع حضرتك يبقى مثال للقصه دي للتطبيقات اللي مستخدمينها انتم اللي هي الايه الايميل برضو امثله اخرى الباك اب انت بتعمل باك اب لما تطلع على دروب بوكس وتطلع على الجوجل درايف كل الحاجات دي كلها ايه المايكروسوفت تيم دوت ما ده ابلكيشن برضو المايكروسوفت تيم اللي احنا بنديكم عليه المحاضره ما ده برضو سوفت وير از سيرفيس تمام زوم ما ده سوفت وير از سيرفيس بيمكننا ان احنا نعمل اجتماعات ما ده من خلال ده كله على الايه الكلاود كومبيوتنج انت بتخش على المايكروسوفت تيم ده ازاي بتخش بالمايكروسوفت اكونت بتاعك على الكلاود بتاعت مايكروسوفت يقول لك الابلكيشن قدامك اهي تقول انا عايز مايكروسوفت تيم وتخش المايكروسوفت تيم على ده طبعا ده لو انا ايه او انا بجوين بتجوين بالمكان مايكروسوفت تيم على المحاضره فدوت ما ده برضه كلاود ايه ابلكيشن از سوفت وير ابلكيشن از سيرفر من غير من خلال الايه الكلاود كوميونتي طبعا علشان الايميل بتاعتك ما يحصلش لها هاكينج ما تحصلش انها تضيع ما يحصلش انها ما اعرفش ايه بيعمل باك يبقى بالفير يعمل لها سكيورتي هذا سير يخليك تعمل بعض المانجمنت عليها تمام تخش تعمل بعض المانجمنت عليها توصلها باي دي معين بالقصه ديت يبقى ده برضه ايه هذا سير ماشي طبعا الريسورس في سبورت ريسورس بس ده ما بيدوش بتحوش بسهوله دي سبورت ريسورسز ده بتحوش بسهوله يعني مش بتعرف بسهوله هو يدي سبورت بس للكلاود يعني لو ليك حاجه مشكله في الكلاود الابلكيشن بتبقى غاليه شويه يعني ايه انا جاي بجرب هو يديك سبورت ازاي انا كتبت برنامج وبشغله على الكلاود ما يشتغلش اقول له الفيرجن بس يقول لي يسالني طب الفيرجن اللي انت بتعملها كام؟ اقول له الفيرجن كذا يقول لي لا ما تنفعش لازم تحمل معرفش ايه عشان الفيرجن دي تشتغل ده السبورت الوحيد اللي بيقول لكن ما اقدرش له دعوه بالكود بتاعي مالوش دعوه بايه؟ انا كاتب البرنامج ده في غلط ايه فمش غلط ايه مالوش دعوه بالقصه دي انما ممكن هي الحته الوحيده اللي ممكن هي يقول لك الفيرجن علشان تشتغل مع البلاتفورم المناسبه ولا لا اللي عندك ماشي يبقى احنا عندنا سوفت وير از سيرفيس نلخص بقى القصه ديت ان احنا عندنا الكلاود كومبيوتنج عباره عن ايه ثلاث حاجات اول حاجه سوفت وير از سيرفيس يدينا اللي هي اللايسنس بتاعت السوفت وير والابلكيشن القصه دي كلها ماشي مثال قلنا المايكروسوفت اوفيس اللي انت القصه اللي هو احنا شغالين على واحد حاجه منهم اللي هي المايكروسوفت تيم طيب انفراستراكشر از سيرفيس اللي هي يديك ايه كونكشن يديك هاردوير يديك هاردوير يعني بروسيسور وميموري وديسك والقصه ديت سيرفيس مثال لمايكروسوفت ازور تمام وطبعا سوفت وير بس واي بي ام كلاود بلاتفورم سيرفيس طبعا ده بيديك ايه بلاتفورم ان انت تديفولب عليه الايه السوفت وير بتاعه تشغل عليه السوفت وير ده بلاتفورم على سيرفيس ايوه نشوف تفاصيل اكتر بقى من الابلكيشن السيرفيس الابلكيشن اللي بناخدها الايميل الستورج اكيد جربتوا القصه دي كلكم والباك اب والريسيفر تقدر تعمل بيديك احيانا تقدر تعمل بعد لما بتسن الابلكيشن يعني هي لازم يعني ممكن يقول لك ايه معاك مايكروسوفت سيكوال لغايه كذا ميجا تمام اكتر من كده يبقى لازم ايه تشتري
كذا يوزر، اكثر من كده لازم تشتري، يعني مجرد بس عشان ترسل ابلكيشن. لكن عايز يديك بقى تشتري ايه؟ داتابيز على السير، يقول لك اقول له والله انا عايز مايكروسوفت سيكوال الفيرجن كذا كذا يوزر، يديك اللايسنس بتاعتها لما قلنا اللايسنس في الاول. طيب تحليل البيانات انالايزنج داتا زي ايه؟ زي ما بيحصل في المايكروسوفت سيكوال، المايكروسوفت سيكوال زي ما بيحصل على المايكروسوفت، زي ما بيحصل مثلا ايه على الفيسبوك، يقعد يحلل، تيجي ناس تخش تحلل البيانات اللي موجوده على الفيسبوك والجوجل تمام والموبايل، خد بتاع تحليل البيانات بتاعت تحليل البيانات ده برضه ايه، هو احيانا يتيح لك ان الخدمه دي او ايه طبعا من غير ما يحاول بيتيحها، من غير ما يفشي اسرار الكلاين بتاعك، يعني تطلب منه بيانات معينه يديها لك وتقعد تحلل فيها ايه كم واحد دخلوا مثلا بيخشوا في الساعات الديستريبيوشن بتاعها على الطاين من مصر، كم واحد بيخش على الفيسبوك بشكل هي الديستريبيوشن بالشكل ده، بيخشوا على موقع شكل ايه، الحاجات دي ممكن تديك تحليلات ديت، تديك احصائيات وانت تشتغل عليها احصائيات، لكن ما يدكش ايه يعني تقول له اكثر موقع بيخش عليه يروح مديك احصائيات الديستريبيوشن بتاع دخول المواقع ودخول يوم يديك احصائيات وانت ايه تشتغل عليها تحليلات كده. طبعا الفيديو والاوديو ستريمنج ومثال لها الايه المحاضره اللي احنا فيها دي دلوقتي الاوديو، لو حبينا نشغلها فيديو نشغلها فيديو. طب دليفري اونلاين وطبعا اوف لاين، دليفري سوفت وير اون ديماند، يعني تقول له والله انا في انا عايز سوفت وير اللي في لما قلنا امثله البلاتفورم اللي عندنا فيها مش عارف اديكم امثله فيها دلوقتي عشان ما تبقاش صعب عليكم الفلوس، يعني ان انا ادي سوفت وير ابلكيشن معين سوفت وير معين ايه اطلبه يكون موجود متاح، لازم يكون متاح على الكلاود. طبعا لو متاح على الكلاود ما فيش معنى ان ايه، فهو بيتيح حاجات زي كده، زي مثلا ايه اقول لكم مثال السوفت وير بتاع الديزاين، تقول لك الكاد سيستم، حاجات الكاد سيستم بتاعت الديزاين ممكن بعض الشركات بتتيحها على الايه على الكلاود، يعني بتتيحها على امازون او بتتيحها على مايكروسوفت ازور او كده، بتتيحها ليها وعلى جوجل، تقوم انت صوت قطع ايه علشان طب معلش لما يعمل هوب كل شويه لغايه لما حد تقدر دلوقتي جالي عشان انا كل ده شغال الموبايل بتاعي، فطبيعي الموبايل لما حد بيطلبني بيعمل هوب، فسامحوني معلش يعني عشان الكليه انا جاي في الكليه الاربعاء اعتمد على الكليه. يلا طيب نيجي بعد كده يبدا مساله الايه التايم اللي بعد الكاوت سيرفر بتتكلمنا عنه. في ثلاثة موديل للكلاود ديبلويمنت، ديبلويمنت يعني ايه بتتعمل يعني انواع الكلاود، الديبلوي يعني ان انا ايه اللي هي توظيفها متوظف، ديبلوي يعني بتركب ده او بتعمل اركتكشر بتاعها ازاي. في ثلاثة موديل عندنا من الكلاود، بابليك كلاود مثال شهير جدا كل اللي تعرفوه بابليك كلاود اللي هو ايه جوجل مايكروسوفت ازور ياهو الدروب بوكس، كل الحاجات دي كل الكلاود كل سيرفيس اللي بتجيلكم على الموبايل دي كلها ايه كلها على الكلاود، ده بابليك كلاود يعني دي متاحه للجميع تمام. حضرتك بتخش بالموبايل بتاعك على ايه على الجيميل متاح الكلاود، مش ما فيهاش اي مشاكل، مجرد ليك اكونت فبتخش على الفيسبوك، وكل دي ايه بابليك كلاود. في برايفت كلاود، البرايفت كلاود بقى ايه بتبقى مقفوله، برايفت يعني هي بتاعت جهه معينه، كلاود برضه ده سيرتر متربطه ببعضها بس هي مخصوصه لجهه معينه. زي ايه مثلا؟ انا ممكن يكون عندي ايه برايفت كلاود للبنك، ما بيخشش على الكلاود بتاعت البنك دي غير الموظفين البنك بس، هم اللي يخشوا على الحسابات يخشوا على الكلاود، ما فيش حد، كل واحد له صلاحيته يخش على حاجه معينه، فبرايفت تبقى ايه مقفول، لكن ما بس واحد من بره يخش عليها. طبعا البنك مثال خطر، في حاجات ابلكيشن احنا ممكن كجهه ما يكون عندنا برايفت كلاود بتبقى مقفوله على الجهه ديت وما فيش حد تاني يخش عليه. الهايبر كلاود اقرب للبنك، اقرب للهايبر كلاود. هايبر كلاود ايه؟
ما بين برايفت وبين بابليك، فيها شقين. يعني ايه هايبرد؟ انا اديكم مثال، في حاجات ما يخشش عليها غير الموظف بتاع الحكومه، الموظف البنك، يعني الحسابات ما يخش على غير الحسابات القصد دي ما يخش عليها ايه شغل البنك، ما يخش عليه غير موظف البنك. لكن بيتيح لك انت من خلال الانترنت انك تشوف حسابك، تشوف الحركات بتاعتك، حركه الحساب بتاعك، تشوف رصيدك، تطلب خدمه، تمام؟ بيتيح لك انت كيوزر من خلال بابليك ايه كلاود. لكن الشغل بتاع البانكينج هو بيتعمل ببرايفت بالموظفين بتوع كل موظف بصلاحيات. يبقى ايه؟ يبقى الهايبرد كلاود اكبر مثال مثلها الايه البنك شويه. ماشي كويس. البرايفت كلاود البرايفت كلاود ممكن نقول برضو لا مثال الهايبرد كلاود. البرايفت كلاود دي برضو مش ايه امثله بتاعتها مقفوله شويه. لكن الهايبرد كلاود مثلا ان احنا ممكن نخلي النظام طبعا البرايفت ممكن الكلاود بتاع الامتحانات والقصه بتاعتنا ديت ممكن نحطها على البرايفت ما حدش يخش عليها غير اللي بيحط امتحانه بس طالما تخش عليها. لكن بتاعت الكليه لو عملنا كلاود في الكليه يبقى ايه؟ نطلع فيها النتائج نطلع فيها بتبقى هايبرد. جزء بنشتغله كده احنا كل واحد له صلاحياته وجزء الموظفين وجزء الطلبه قاموا بيبعتوا النتيجه بنبعت له ما اعرفش ايه الاناونس يبقى نستخدم البابليك مع من خلال الانترنت بصفه عامه مش من خلال ايه البرايفت كلاود. يبقى ده برضو ايه الثلاث حاجات. يبقى عندنا الثلاث اركتكشر او الثلاثه موديل كلاود، بابليك مفتوحه للكل تمام، برايفت مقفوله، هايبريد ايه بين الاثنين، جزء منها مقفول وجزء منها مفتوح، جزء هايبريد جزء برايفت. هوستنج سيرفس بقى من الحاجات السيرفس طبعا من اكثر الخدمات اللي هي بتؤدي على كلاود الهوستنج. هوستنج يعني ايه؟ الاستضافه. امثله لها عندنا الايه؟ الويب سايت. من امثله طبعا هي انواع من انواع الهوستنج. الهوستنج يعني في الكلاود هوستنج الاستضافه عندك انواع. اول مستوى اللي هو شير. شير دي يعني ايه؟ يعني حضرتك خلي بالك انا مديك مثلا 32 جيجا رام على السيرفر بتاعك، بس على فكره انت مش واخدهم كلهم، انت مشترك مع ناس تانيين تمام، قد توصل ل 32 وقد تقل عن 32 على حسب الضغط على الشبكه، دي اسمها ايه؟ شير. يبقى في الشيرد هوستنج انت بتاخد السيرفيس شيرد مع اخرين، بمعنى على حسب الضغط على الشبكه، على حسب الضغط اللي بيمتحنك ماشي. انا بديك الغاء اثنين، لما اقول لك تاجر مني 32 جيجا شير رام يعني انا هديك لغايه 32 جيجا لكن مش هتتخطاها، لكن مش شرط تاخدها كلها، على حسب الضغط على الايه الشبكه انت وحظك. يبقى دي اسمها ايه؟ شير. طبعا من الحاجات الخدمات اللي بتقدم في الشيرنج اللي هي ايه؟ الويب سايت. ان انا اعمل يكون عندي ويب سايت، اعمل ويب سايت او الستورج تمام، او برضه سيرفيس الباندويتس. الباندويتس يعني يقول لك ايه؟ هديك سرعه قد ايه؟ اس اس ال سكيورتي علشان نقول ان الويب سايت بتاعك دوت سكيور. بيرفورمانس يعني طبعا في سايت لما تيجي تخش في اماكن تخش ايه؟ يفتح معاك بسرعه، خش بسرعه اكسس الميل بسرعه على طول، انما تبص تلاقي تيجي اماكن ثانيه تيجي تدون الايميل تقعد لها ساعه، تخش على السايت يفتح ساعه، يبقى ده بالفورمات بتاعها تقطع كل شويه، تقطع كل شويه، تعمل كل الحاجات ايه؟ اسمها بالفورمات الكواليتي بتاعت السيرفس يعني. دومين يعمل لك دومين نيم، دومين كلود دومين يديك دومين نيم تمام كده، تقول له انا هسمي ما اعرفش ايه دوت كوم كذا او دوت ايا كان، يبقى تعمل لك دومين نيم تمام ليك او للجهه او للجهه. باركينج دومين يعني ايه؟ ان الدومين ده تحط انت عندك دومين بس ايه هتحطه هنا اهو عشان تجي لك ترمي عليه عنده على سيرفيس عندي وتجي لك وتحط عليه ويب سايت عندي، لكن انت باخده من حته حد تاني الدومين ده ماشي، او تعمل سب دومين. الدومين زي مثلا عندنا دومين فاكولتي مثلا انتوا بتخشوا بيه دلوقتي asu.edu اف اس يو فاكولتي انجينيرنج دوت اس يو دوت اي دي يو دوت اي جي، ده دومين
تمام، ممكن نحط تحت منه طب منه تايتل في بورتال، طب منه ما اعرفش ايه اندر جراوند وهكذا في ايه سب دومين. يديني ايميل اكاونت، يقول لك انت ليك 25 ايميل اكاونت سميهم، انت معاك ايميل ستورج الايميل بتاعك لغايه 100 ميجا تمام كده، يعمل لك ماركتنج اوفر من شيرد من الماركتنج اوفر يعني ايه؟ يقول لك انا ممكن اعمل لك تسويق للحاجه بتاعتك، بص هبعت ميلات لكذا وهعمل لك برزنتيشن ما اعرفش ايه وهحطك على السيرش انجن في الاول والكلام ايه بتاع الماركتنج دوت ماشي. سبام سبام يمنع السبام، سبام اللي ايه في المقابل عماله تيجي ناس بتبعت اعلانات، اعلانات دي ما تخصكش، تلاقي فتحت الميل جالك 1000 ميل انت كل يهمك منهم 10 ولا 20 ميل، فكل ده سبام يمنع عندك السبام دوت تمام. يبقى يخليك برامج تعرف على السبام وتمنعه. الدومين برايفت يحفظ لك الدومين بتاعك ما حدش ايه ياخده. سايت باك اب يعمل باك اب للسايت طبعا عشان لو حصل حاجه يبقى تقدر ايه تسترد سايت ثاني. من امثله البرامج اللي بتعمل القصه ديت اللي هي بتاجر منها اللي هي موجوده افيلبل على الكلاود، على الكلاود وهي الكلاود نفسها بتبيعها اللي هي ايه كود جارد دوت. فده احد الايه الخدمات اللي بتقدم السايت باك اب عشان ما لو وقع السايت تلاقي الباك اب بتاعه، لو ما عملتش كده هتبقى تبص تلاقي السايت لما يقع يقول لك انا ماليش دعوه انت ما حفظتهوش، انت حفظه عندك انت مسؤول عن حفظه. لكن هنا لما تقول له تشتري منه خدمه سايت باك اب يبقى معناها هو دايما بيحفظ لك لاست فيرجن من الايه؟ من الويب سايت. تمام؟ ممكن يعمل لك ايه؟ نوع ثاني من الهوستنج فيرتشوال برايفت سيرفر. يبقى هو عامل لك هوستنج كسيرفر ومديك رام وصورته كل حاجه الاكونت بالفيرتشواليزيشن تمام؟ بس ايه؟ مديك انت الاحساس ان ده بتاعك انت بتظبطه، انت شايف انت شايف كده سيرفر بتاعك بتظبطه، انت بتظبط عليه كل حاجه الابلكيشن والحاجات اللي انت عايزها، انت فاتح بقى بيديك سيرفر، فيرتشوال سيرفر، يعني هو طبعا في ايديك، السيرفر تحت ايديك انت عندك حي هنا في مكانك في مكتبك ولا في اوضتك ولا في شركتك ولا لا، ده سيرفر موجود على الكلاود. هو بتاعك كانه بتاعك بالظبط، هو فيرتشوال هو مش حقيقي، في برامج تعمل قصه تحس انك انت تسطب الميموريز دي تسطب الميموري بتاعك وتسطب تظبط الديسك تعمل اللوكيشن تظبط كل حاجه كانه بالظبط ايه سيرفر حقيقي، لكن هو مش حقيقي هو فيرتشوال. ففي برامج تعمل الوظيفه دي وتحسسك الاحساس ان انت قاعد معاك السيرفر بتاعك انت تمام، بس هو ايه فيرتشوال سيرفر. فطبعا ده بيكون ايه ديتيكيت السيرفر مش بس مش باين لك بالسوفت وير، بيتكتب بالسوفت وير. طبعا ده ميزته ان انت بيديك ايه فيلينج تماما بكنترول بانت بتعمل مانجمنت. احنا في الاول قلنا ايه مالكش ان انت تعمل مانجمنت، لكن انت تعمل مانج على فيرشوال، تعمل مانجمنت على فيرشوال سيرفر. زي واحد قاعد بيعمل ادمنستريشن للسيرفر بتاعه، قاعد بيعمل باك اب بيعمل الاكونت بيعمل ما عرفت ايه بيظبط الفولدر ده يبقى هنا خلي اقسم الهارد ديسك، انا عندي هارد ديسك عندي هارد ديسك 2 تيرا هقسمه للثلاثه بارتيشن، كل ده بتعمله فيرتشوال. هو بيديها لك هنا عندك القصه دي لكن حقيقه عشان خاطر مش حقيقي، بس هو ايه بيديك الاحساس للبرامج بتاعته بتتفق مع الكلاود كان ده بالظبط عندك وبتعمل قسم بارتيشن بتظبط البارتيشن ده حط عليه الويندوز والبارتيشن ده هيكون الابلكيشن ده ما ايه ده ما بتعمل بالظبط كان عندك السيرفر تحت ايديك. تمام طيب فيرتشوال برايفت سيرفر برضو من ضمن الحاجات ان هو يديك الايه ما بيكونش ضامن ان الرام والسي بي 100%. في بقى ديديكيتد، ديديكيتد ده مستوى اعلى من الايه الفيرتشوال، انها بيديك
حط بيديك هو ايه بيحجزها لك سواء استخدمتها او ما استخدمتهاش. ديديكيتد بقى بيحجزها لك سواء استخدمتها او ما استخدمتهاش. ديديكيتد هو يديك بقى تقول له والله مثال اهو ان عندي اربعه كور مثلا اقول له والله انا عايز اربعه كور 8 ثريد بسرعه سي بي يو 3 هرتز عايز ستورج 1 تيرا ميرور كمان ميرور يعني نسختين نسخه ونسخه رام 16 جيجا عندي باندويتس كذا عايز الدومين يبقى انا بايه وعايز اي بي ادرس كذا وبيديني القصص ده مثال لا حقيقي الاوفر موجود ان ده ديديكيت طبعا اغلى من الاثنين ده ليه؟ لا لان ده بيحجزه لك فعلا بقى نكمل بقى. عندنا ثلاث انواع من الايه الهوستنج يعني الخدمات اللي بتؤدى على الكلاود كومبيوتنج الهوستنج. عندنا ثلاث درجات ثلاث مستويات من الهوستنج. المستوى الاولاني اللي هو ايه شير قلنا دوت انا بكون شيرد بقول بحجز الكلام كله حلو ده دوس ده الفل بس الكلام ده كله شيرد مع الايه مع الاخرين فانت وحظك تمام. بنديك خصوصيه شويه بنعمل فيرتشوال سيرفر ده الدرجه الثانيه المستوى الثاني. فيرتشوال سيرفر يعني ايه؟ في الشيرنج انت مالكش سيطره على اي حاجه ما تقدرش تخش تقول لي قسم لي هبارتيشن والكلام ده لا مالكش سيطره. الفيرتشوال لا انت ليك ايه ان انت تسيطر كان بالظبط عندك سيرفر تمام بس هي شيرد برضه بس هي مش افيلبل كلها طول الوقت بس يسمح لك بيها انك ايه تعمل بارتيشن تختصر الكلام بس سماحيه بتاعتها ليس زي الشيرنج وليس زي الديديكيت تمام. بيديك امكانيات تقسيم لكن ما بيديكش امكانيه ايه انها تكون مخصوصه ليك بالظبط. طبعا في بعد كده اللي هي الديديكيتد هوستنج ده المستوى الاعلى وده بقى بيحجزها لك بتاجرها او بتشتري الخدمه ديت لمده شهر لمده سنه لمده اي المده اللي تشتريها بيها بيحجزها لك يعني ايه لو انت مش شغال عليها مش مستخدمها مش هيديها لحد تاني غير الفيرشن. الفيرشن مش مستخدمها يديها ايه لحد تاني يدي ما دام انت مش مستخدمها يوم يديها حتى لما تحتاجها يديها لك كل ما تحتاجها يديها لك ماشي. لكن الديديكيتد انها طبعا بايه بيديها لك مخصوص فلذلك دايما ده شكل الديديكيتد نقول له ايه والله اديني اربعه كور انا عايز بروسيسور بسرعه 3.3 جيجا هرتز واربعه كور السيرفر بتاعه و8 ايه ثريد وعايز 1 تيرا بايت ميرور. ميرور يعني ايه؟ يعني نسخه مكرره ميرور لما بيكتب على الديسك بيكتب على الديسك الثاني في نفس الوقت بحيث لو ديسك منهم باظ بيبقى ايه الحاجه ما بتضيعش تمام. وعايز 6 ايه جيجا بايت رام وعايز سرعه بندوت قد كده وعايز دومين نيم اديني كذا دومين 5 1 كذا عايز اي بي ادريسز. اي بي ادرس يعني انترنت بروتوكول ادرس. الاي بي ادرس ده مهم جدا في هيكون مفيد جدا ليا في ايه؟ بيديك رقم على الانترنت كود ليك على الانترنت تعرف فيه عالميا بحيث ان انت تقدر تستخدم الخمسه دول تقول ايه؟ خش لي انا احط واحد منهم على السيرفر دوت واحد على ما اعرفش ايه واحد على ما اعرفش ايه يقوم تخش تقول لواحد يخش الابلكيشن حتى البرنامج بتاعك او الابلكيشن على تستخدمه على اي بي من دول او تستخدم اي عدد مش مشكله تقوم تقول لليوزر روح لما تيجي تخش بقى من الانترنت من اي حاجه يخش على الابلكيشن بتاعك تقول له اكتب الادرس الفلاني وهتلاقي نفسك دخلت او الدومين الفلاني انت اصلا انت الدومين للادرس دوت يقوم لما يكتب الدومين ده يخش على الايه؟ على التطبيق اللي انت بتشغله ماشي. فطبعا الفكره دي بتضمن ان انت تخش على ايه الديديكيتد ما فيش مشاكل فيها ما يخش اللي مقطوع ولا واقف الكلام ده كله. طبعا بيديك سبورت بيديك اس ال شهاده اس ال ان الموقع ده امن حاجه ايه دي امثله للسيرفس دي. ده طبعا الديديكيتد اللي ما لكش دعوه ما بيأثرش خالص باي ايه باليوزر التانيين غير الشير لا ده ديديكيتد ما فيش ما لكش دعوه سواء استخدمت ما استخدمتش هو محجوز ايه ليك الهاردوير والسوفت وير اللي انت طلبته ده.
طبعا لما يكون نتم بقى ايه، لما يكون هاي ترافيك ويب سايت وعايز فيه برايفسي وان مفيش حد يخش ومفيش حاجه تقدر يبقى ايه، عاده بفضل الديتيكيت، هو اغلى شويه بس ميزته ان كل ما تخش تلاقي السايت ما يقعدش يغيب السايت على بال ما يخش، ما يغير خاصه لما يكون سايت فيه ابلكيشن. يعني ايه مثال، مثال هو بحمل ابلكيشن على ابلكيشن بيع سوق ما اعرفش اي حاجه من الحاجات دي، فانا عايز اضمن ان وقت ما يخش يعرف يخش، وان ما حدش يقدر يعمل هاكينج، وان السرعه بتاعته تكون كويسه، والناس بتخش وبتعمل سيرش كتير عليه وبتدخل بيانات كتير عليه، يبقى دوت بفضل له ان ايه، بنفضل ان احنا نعمل له ديتيكيتنج هوست. طبعا في مقارنه هنا في السلايد دي مش عشان وقتنا، الوقت زنق مننا، ايه هسيبها لكم تقروها على السلايد، اللي هو الفيرتشوال برايفت كلاود، الفيرتشوال برايفت هوستنج، والايه فيرتشوال برايفت سيرفر والديديكيتد سيرفر. دي من الخدمات اللي بيديها في الهوستنج. انا طبعا ديسك ستورج دخل عارفين القصه دي، دومين هوستنج الدومين بتاعك تمام، زي قلنا ذكرت القصه ديت، يديك تول تعمل سايت بيلدر، تعمل سايت بيلدر، يديك دومين نيم، بارك الدومين نيم، بارك الدومين نيم يعني ايه؟ يعني الدومين نيم معمول له هوستنج هنا، سب دومين زي ما قلنا ايه، اي سي يو تحت منها فاكالتي اوف ارت، فاكالتي اوف انجينير اصلا، البوب والبوب 3 بوب ده دوت ايه، سيرفر، سيرفر طبعا ده سيكول سيرفر مين، ان في انواع مختلفه من البروتوكولات مختلفه، فبيتيح يتيح لك ايه ده او ده او ده، حاجات يعني مثلا حاجه زي ده ينفع على الموبايل، في ميل ينفع على ايه، على اللابتوب بشكل ده، حسب البروتوكول اللي انت ايه عايزه تمام، حسب البروتوكول اللي انت عايزه. يعني دي امثله الخدمات اللي عندنا مكاوت، يدي لك كنترول بانل كنت تقدر تظبط فيها فايل ترانسفير بروتوكول اكسس، يعني ايه عايزين نعمل شيرنج لفايل زي يعني فايل، عايزين نكتب فايل مع بعض رايت فايل، او ابعت لك، ما ابعت لك الفايل، مثال بسيط جدا جدا، دايما لما يكون الفايلات كبيره، الفايلات كبيره بيبقى صعب تبعتها في الايميل، تبقى مشكله، يوم تحملها في موقع زي دروب بوكس او جوجل درايف او قصدت، وتبعت اللينك ايه بتاعتها، فعشان يعمل فايل ترانسفير، يعمل يشرح لك القصه دي، بيحتاج الفايل ترانسفير بروتوكول، لازم يسمح لك بالقصه دي عشان تقدر القصه دي تعمل. ويب فايل مانجر، الفايلات بتاعت الويب، ان انت تظبط حاجات بتاعت السايت، تخش تعمل الدايركتور فايل بتاعت السايت، ما فيش مشكله، شيل اكسس يعني اوامر، يعني في مش كود بتخش اوامر كده، تقدر تظبط برضه بروتكشن، لوك فايل مين اللي دخل على السايت وعمل ايه، لوك فايلز يديك احصائيات عن السايت تمام، ايرورز يقول لك الايرورز بتحصل ايه، السبام يعني كل السبام، كل ايه دي خدمات، خدمات بتؤدى من خلال الكلاود تمام. فلوس زي ما قلنا مثال، ادينا داتابيز، بعض انواع الداتابيز اللي ممكن تكون متاحه، يقول في حاجات تبقى فري زي البي اتش بي، ده عاده معظم الناس تديها فري، الماي سيكوال برضه كذلك، بوستجريس واوراكل ومايكروسوفت ده بتبقى بفلوس، فبيقدر بيتيح لك ايه داتابيز سيرفيس، طبعا الفري بيبقى من ضمن الايه، من ضمن الاستضافه، يعني يقول لك بص استضيف، هديك اكونت وهديك دومين وهديك داتابيز كذا كذا يوزر كذا لايسنس وهديك ما اعرفش ايه، كل ده يعملها لك مركز، وايه تشتريها كلها على بعضها تمام، او تكستمايز زي ما انت عايز. في طبعا في حاجات للديزاين للتصميم زي الفلاش سبورت، اللي سبورت الجافا سكريبت عشان تكتب برامج وهكذا، في حاجات يديك ايه سبورت ان انت تكتب ايه برامج. دايما احنا بتقابلنا مشكله في القصه دي في العربي،
يعني معظم دي برضو من الحاجات اللي هي مهمة جدا قبل ما تتورط مع كده. يعني انت جاي على ايه، هتروح اللي هي الستايل اللي عديتها بكده في حاجة هاو تو ستارت اللي انا بتاعها. بس انا هقولها لكم، انا رايح دلوقتي عايز ان انا اجر سيرفيس من الكلاود، فجرب الاول قبل ما تاخد الباكج الغالية. ليه؟ لان ممكن يقابلك مشاكل في العرض، حلها لك توكل على الله، ما حلاش ليك بدور على ايه بروفايدر تاني، كلاود تانية تديك الخدمة التانية. ماشي، فدي برضو من الحاجات النقط المهمة اللي هنخلي بالنا منها. في سكريبت احيانا دي يعني زي ما كود يعني ايه موجود جاهز، بحيث ان ايه تقدر ان انت تشتري دي امثله له، تقدر تاخد السيرفيس دي برضو، تقدر يديها لك حالك بحيث ان انت تقدر تأجر. ايوه ايوه مين اللي يعني بيسمعنا يعني؟ الاي كوميرس بيديك امكانيات للاي كوميرس طبعا، يعني لازم الاي كوميرس يبقى لازم فيه سكيور سوكت لاير، لازم ده سكيور سيرفر علشان خاطر ما حدش يخترق ويعمل ايه هاكينج وفي قصه الفلوس. وده بقى فيها اي كوميرس يعني بنتكلم في فلوس، ما حدش يسرق الفيزا كارت، الرقم بتاع الفيزا كارت، بيانات الايه يعني يخش بيها وبالتالي ايه يشتري بيها ويسرقها. طبعا الكلام ده كله لازم ايه يكون بروتكتد، فهو بيديك السيرفيس دي اللي هي سكيور سيكت لاير سيرف. اوبريتنج كارت بتاع حاجات للشوبينج كارت، في حاجات عشان برضه برامج للشوبينج كارت، في حاجات لل ده نوع مختلف من الشوبينج كارت. لازم يكون في جنريتد سيرتيفيكيشن، يعني انا ايش ضمني ان السايت اللي انا داخل عليه ده سليم، الكلاود ديتا زي ما بروتكت، فبيجنريت شهاده ان ايه ان لا دي بروتكت. ولما تفتح طبعا بعد البراوزر بتبقى تتشيك ان لها سيرتيفايد ولا مش سيرتيفايد، سيرتيفايد وما يسمح لك تخشها. انا بظبط السيت اب، بظبط سيت اب البراوزر بتاعي انت كيوزر بظبط السيت اب بتاعك، ما تخش غير على الموقع السيرتيفايد، يقوم يعمل لك الموقع بتاعك سيرتيفايد عشان يقدر يخش عليه. تمام. طبعا الباسورد، يحمل الباسورد بتاعك ويحمل كل الحاجات اللي هي يعمل انكريبشن لها، بحيث انه يضمن مين اللي كان موجود ومشي هيتاخد غياب كده، يرجع غياب. الناس اللي بتمشي هتاخد غياب، انا لسه ما خدتش الغياب يا جدعان، هنعمل ايه؟ ما مش بقى. طيب من ده امثله للايه للانفراستراكشر، احنا نسكيب على طول، احنا لسه قدامنا سلايد كتيره. دي امثله للايه للكلاود سيرفيس، دي بروتكتد شانل برضو كلاود ديسكتوب ستورج. ايوه، في احيانا يديك من ضمن الحاجات يدي لك كلاود ديسكتوب ستورج. يعني ايه كلاود ديسكتوب ستورج؟ يعني كانك عندك ديسكتوب موجود بيشتغل عليه، عندك هارد ديسك موجود في اللابتوب بتاعك، يعني هو ايكون موجود، مجرد انت تدوس عليه يروح داخل على الايه، يروح داخل على انا خلصت الموبايل بتاعها دفعكم تمن، معلش اصل الباشمهندس جالي دلوقتي. هنا هي مشكله ان ماشي، فهو اللي بيحصل بقى طبعا ان بيديك الستورج دوت بحيث انك تقدر ايه تخش على بالظبط كانه هارد ديسك زياده انت ضايفه عندك. طب انا يعني شكلي كده غياب، لان الناس بدات، في ناس ملهاش علاقه بينا. ماشي، دي امثله لبعض الايه الاي تي الاي او تي بلاتفورم اللي هي طبعا مرتبطه بالكلاود. ماشي، ممكن نرجع لها تاني في الـ هنسيب الـ في في حته كده في الانت الكلاود هنحتاجها في الانترنت اوف ثينجز، كام سلايد كده هنرجع لهم تاني في الانترنت ثينجز. فانا هعمل لهم سكيبنج ليه؟ اللي هي حاجات لما بنيجي نستخدم في الصناعه والقصه ديت، فبيتيح لك مفتوحه معاك الكلاود زي الازور او الامازون. تمام، في الاي بي ام، في حاجات طبعا هقول لكم ديت، وبتدي خدمات للصناعه ازاي.
ماشي بتتبع الاجهزه وتتبع صيانتها وتتصل بيها، هنشرح لكم تفصيلا في المحاضره الجايه بتاعه الايه الانترنت اوف ثينج. فانا هسكيب الجزء دوت ان ده مرتبط بين الاثنين. عايز افش لكم في عندي ده كله كلاود. احنا عندنا في الكلاود زي ما نرجع اهو الرسمه دي بتوضح ثلاثه لايرز، اللي هي الاولانيه اللي هي بتاعت الانفراستراكشر، واللي قلنا انفراستراكشر سيرفيس اللي هي الثانيه بتاعت البلاتفورم بلاتفورم سيرفيس، وبعدين هي الثالثه اللي قلنا السيرفيس اللي بناخدها على الايه على الكلاود. بص خش من هنا بيشوفوا لنا تشوف هتلاقي لك اليف فغالبا هيطلع من مشكله من عندنا لان شغال بالموبايل. كوميونتي كلاود طبعا هو احنا سيبك من كوميونتي دي حاجه خاصه، قلنا هي حاله خاصه من البرايفت اللي هي الكوميونتي ايه كلاود، حاله خاصه من البرايفت. عايز اوصل لاخر اثنين كوب فعليكم كده اخر ثلاثه سلايد. دكتور احنا عدينا السلايدز دي كلها ازاي؟ لا لا بطنشها. في حاجات هسيبها لكم، في حاجات هتكلم عنها من الانترنت، في مجموعه مرتبطه بالانترنت اوف ثينجز فهديها في اخر الانترنت اوف ثينجز ارجع لها تمام، وفي مجموعه يعني مكرره يا اما هسيبها لكم تقروها ما فيهاش يعني حاجه جديده، لكن انا عايز اوصل لاخر اخر ثلاثه ولا اخر اربعه هم اللي فيهم الايه؟ كنت بشوف لما بمشي كده الادفانتج اي بعد الادفانتج بيت ادفانتج. طبعا ده هسيبها لكم تروح. من ضمن الحاجات اللي عندنا ايوه الكلاود، اتمنى حد عنده سؤال يسال قبل ما اخش في الكام سؤال، لكن في حد عنده سؤال؟ يا ساده يا فاضل حد عنده اسئله؟ دكتور حد عنده اسئله؟ اتفضل. هو انا دلوقتي بذاكر الكلام ده ازاي؟ يعني انا فهمت من حضرتك دلوقتي، بعد كده بقى المفروض اعمل ايه؟ دي هتلاقيها موجوده. ما هحاول بس ما وعدتش بورد، السلايد دي فيها كلام كفايه، هتلاقيني بختصر فيها وانا بتكلم، لكن انا مديها 72 سلايد. تمام؟ يعني المفروض اذاكرهم كل ده ازاي دي يعني مش حضرتك عندك لا 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 يعني انت عايز تفاصيل ولا عايز ان انا اختصر ولا عايز اسام؟ انا مديك تفاصيل في السلايد يعني ما عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ ولا انا اعمل لك انت عايز عايز ايه؟ انا عايز اعرف بس يعني ال 72 سلايد دول ممكن اعمل لك وورد فايل بس اي دونت بروميس يعني اي دونت بروميس قوي يعني لان ممكن طب دكتور بقى لازمك هو يسالني في الامتحان على الحاجات دي ازاي؟ يعني انا فاهم بس مش عارف هو يسالني بس هبعت لكم هحاول برضه بس دي ابروز هبعت لكم اسئله انواع الاسئله على اي دونت بروميس قوي ماشي ايه تاني؟ هبعت لكم اسئله عليها امثله الاسئله اللي ممكن تتسال ماشي طيب عندنا هنا نعم قول يا باشمهندس بص يا ساده يا فاضل عندنا برضو الكلاود كومبيوتنج ديت انت فهمت يعني ايه كلاود كومبيوتنج؟ داتا سنتر متوصله ببعضها فيها امكانيات بالكمبيوتنج باور كمبيوتنج ريسورس انفراستراكشر بتتيح لنا تجربه ايوه اللي بيتكلم معايا بالتوازي اتكلم يتكلم اسكت يسكت نعم نعم ايوه قول اللي بتاع 1 2 3 10 ده الو قول يا ابني عايز ايه؟ طب 8 كلاود عايزين نشوف
ايه الحاجات نتيجه الكلاود دوت اللي بنشتغل فيها؟ يعني في علوم جديده وابحاث جديده نتيجه الكلاود كومبيوتر اتفتحت. بيج داتا، البيج داتا ديت يعني ايه بيج داتا؟ بقت كميات البيانات رهيبه. انتم اضرب القصه دي، اسالكم سؤال، بتستخدموا الفيسبوك صح ولا لا؟ تفتكروا حجم البيانات اللي موجوده في الفيسبوك دي قد ايه؟ طيب تستفاد بيها ويستفاد ولا ما تستفادش؟ مفيده ولا مش مفيده؟ هسمع حد منكم. ها طبعا مفيده يا دكتور، مفيده بس مش كلها. لا مفيده لحاجات نفسها ليك انت كيوزر، مفيده للناس اللي بتطلع على البيانات دي. ازاي؟ اقول لك انا بقى، يعمل لك حاجات تحليليه ان ازاي اتجاهات السوشيال ميديا كده، مش بتيجي مره كده يقترح ليك اصدقاء انت ما تعرفهمش. جابها منين؟ هاكر. لا مش هاكر حاجه، حلل الملف بتاعك، هو الفيسبوك نفسه حلله. ايوه مش معلش. بص ليه كده، بعت لك ايه، هديك مثال تاني تلاقيه ايه، انت بعت لك رساله على الموبايل، انت كنت بتصفح حاجه في الجوجل، بتصفح حاجه تمام على جوجل، بتصفح حاجه كده، عمل جوجل سيرش على حاجه عشان بتدور على حاجه، راح باعت لك على الفيسبوك. ولا دي الحاجه اللي بيقولوا عليها كوكيز يا دكتور؟ نعم، اللي بيقولوا عليها كوكيز دي. يعني مثلا بالظبط انت تروح ايه، انت بتدور على حاجه في الجوجل سيرش، عايز تشتري حاجه، تبص تلاقي في الفيسبوك عامل لك اعلان بيها. طب عرفت منين؟ ما هي دي بيج داتا. هو تاني قال لي بص انا هبيع لك دي وانت تبيع لي اللي عندك، واقول لك الراجل ده بيشتري عايز يشتري ايه، وانت تقول لي الراجل ده بيعمل ايه علشان ابيع له. ولذلك تبص تلاقي مره واحده كده وانت قاعد بتتاير في الفيسبوك، ويروح مديك اعلان يهمك. هو عارف منين الاعلان ده يخصك؟ هو عامل دكتور اتخانق مع فيسبوك النهارده، عمل تحليل البروفايل بتاعك، مش كده بقى، يقدر يعمل تحليلات يقول والله المصريين دولت اتجاهاتهم كذا، والمصريين دولت لو عملت كذا. بالعكس ده استخدمت الفيسبوك في قضيه شهيره في امريكا في الانتخابات 2016، ان الروس استخدموا مواقع، يعني عملوا اشتروا مواقع تسويقيه، مواقع كده للماركتنج يعني بفلوس على الفيسبوك، علشان ياثروا على الانتخابات بتاعت 2016، وبداوا يعملوا جروب كده مجموعات انها عشان يقدروا ينصروا ترامب. بالقصه ديت معروفه ومشهوره، قصه قضيه الانتخابات الامريكيه في 2016 ديت، ما دي استخدموا الفيسبوك فيها، ان شافوا الترند وبداوا يوجهوا الناس بطريقه معينه، ان يعمل جروب ينشر لك حاجات كده، حد ناس كده هاكر بقى هنا، دي هاكر ناس روس طبعا، مخابرات روس طبعا، روسيا طبعا، اكونت وبابليك، ويعمل لك فريند ويجمع ناس يهيئ فيهم اتجاهات معينه، يسوقهم لغايه درايف زيم انهم منتخبوا ترامب. ده مثال بس تمام كده، تستقبل القصه ديت ويشجع. فده طبعا دكتور يعني السيرش اللي انا بعمله بيتراقب. تمام ايوه. طيب ان انت كفايه عليكم كده النهارده، شكرا جزيلا، السلام عليكم. السلام.